أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأسعد خلقك بك وبرسولك، وأفرح خلقك بك وبرسولك، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن به وعن معه. قال رضي الله تعالى عنه: لازم نقرأ المتن، أصل المتن متصل بعضه ببعض، نقرأ حتى كده. عقبت العوائد فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمور: التجرد عن الدنيا، والتفرد عن الخلق، والمحاربة مع الشيطان، والقهر للنفس. الدنيا والخلق، ما هو الخلق من ضمن الدنيا، فبعضهم ذكر أربعة أشياء أخرى. قال إيه؟ الدنيا والشيطان والهوى، ذكر الهوى لأن الهوى غير النفس، هو النفس. فأما النفس فأشدها، إذ لا يمكن التجرد عنها، عن النفس، يتخلص من نفسه، ولا أن يقهرها بمرة، يقهرها قهرا نهائيا ويقمعها كالشيطان، إذ هي مطية كالشيطان، إذ هي المطية والآلة، الركوة بتاعته اللي بيتوصل بها إلى مراده، والآلة التي يستخدمها في الوصول إلى مراداته، ولا مطمع أيضا في موافقتها على ما يقصده العبد من العبادة والإقبال عليها، إذ هي مجبولة على ضد الخير كاللهو واتباعها، واتباعها له. عندك كالهوى في النسخة بتاعتك، إذ هي مجبولة على ضد الخير كالهوى أو اللهو، الاثنين صح. نشوف الشرح إيه. الله الشرح قال الله أي كالشيء الذي تفرح النفس به فيلهيها، أي يشغلها عما ينفعها، ثم ينقضي كله الفتيان. قال الطرطوشي: وأصل الله والترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، هكذا في المصباح. أو الهوى، النسخة الثانية الهوى، إن هي النفس تميل للهوى، النفس أما تكون أمارة بالسوء بتميل إلى الهوى اللي هو ليس مراداً للشرع، ماشي، اللي هو الهوى المخالف للشرع، لأن في هوى موافق للشرع كما قلنا. خلاص، ده حديث النبي، حديث السيدة عائشة قالت: إني ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. فهوى المصطفى موافق لإيه؟ لرضا الله سبحانه وتعالى، لكن هو يقصد هنا الهوى أي المخالف للشر. فاحتاج إذن إلى أن يلجمها بلجام التقوى لتبقى له فلا تنقطع، وتنقاد له فلا تطغى، فيستعملها في المصالح والمراشد، ويمنعها من المهالك والمفاسد. فيأخذ إذن في قطع هذه العقبة، ويستعين بالله جل ذكره على ذلك. فلما فرغ من قطعها رجع إلى قصد العبادة، ابتدى يتقي الله، فرجع لتحقيق القصد وهو عبادة الله تعالى. فإذا عوارض تعتريه فتشغله عن الإقبال على مقصوده من العبادة، وتصده عن التفرغ لذلك كما ينبغي. فتأمل فإذا هي أربعة العوارض، بعد ما هو عايز يشرع في العبادة وابتدى يلتزم التقوى ويراقب الله تعالى، ظهرت العوارض التي تمنعه من العبادة. فتأمل أي هذا الشخص في هذه العوارض، فإذا هي الرزق،
تطالبه النفس به وتقول لابد لي من رزق. النفس بتقول له ايه؟ انا لابد لي من رزق. فاذا النفس بتخاطبه اهي، بس علينا يفهم ان في نفس بتخاطبه وتقول لابد لي من رزق وقوام، اي ما يقوم به صلبي. وقد تجردت، بتقول له بقى النفس بتقول له انت جرد انت، انا عايز رزقي، ها لابد لي من رزق وقوام، شيء اقوم به خلاص. وقد تجردت عن الدنيا، عندك تجردت ولا تجردت؟ ان النفس بتقول وقد تجردت، ده النفس هي اللي بتكلمه، يعني النفس هي اللي بتضغط عليه. انت عندك تجردت، ممكن وقد تجردت من الدنيا، اللي على الامام بيرجع لمخاطبته هو. يعني كان الامام الغزالي بيقول للشخص ده انت تجردت عن الدنيا وتفردت ايضا عن الخلق. لا، ده تجردت هي تجردت، لان بقيت العباره هي. وتقول كل اللي جاي ده قول النفس، لابد لي من رزق وقوام، وقد تجردت عن الدنيا وتفردت ايضا عن الخلق، فمن اين قوامي ورزقي؟ النفس بتقول له ايه؟ من اين قوامي ورزقي وانت تجردت عن الدنيا وتفردت عن الخلق. والثاني الاخطار من كل شيء يخافه او يرجوه او يريده، صلح النسخه اللي عندك مدد، او يكرهه. طيب، والثاني الاخطار من كل شيء يخافه او يرجوه او يريده او يكرهه ولا يدري صلاحه ولا يدري صلاحه في ذلك او فساده، لان عواقب الامور مبهمه فيشتغل قلبه بها، فانه ربما وقع في فساد او مهلكه. والثالث الشدائد والمصائب تنصب عليه من كل جانب، لا سيما وقد انتصب لمخالفه الخلق ومحاربه الشيطان ومضاده النفس ايضا ومخالفه الهوى، فكم من غصة يتجرعها في هذا الطريق. ده كل وقع مخالفات، مع التي كما يقول سر ضد الطيار. من يسير معي ضد الطيار؟ وكم من شدة تستقبله، وكم من هم وحزن يعترضه، وكم من مصيبة تتلقاه. والرابع أنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى بالحلو والمر ترد عليه حالا فحالا، أي تتوارد وتتالى عليه حالا فحالا بمرور الأزمنة. والنفس تسارع إلى السخط أو السخط وتبادر إلى الفتنة. خلاص، دول الأربعة. فاستقبلته ها هنا عقبة العوارض الأربعة، فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء: التوكل على الله سبحانه وتعالى في موضع الرزق. يبقى لما يجي النفس تطلبه بالرزق هيتوكل على الله في موضع الرزق. والتفويض إليه جل وعز في موضع الخطر. خلاص، الأخطار التي إيه؟ يخاف منها، يفوض الأمر إلى الله، بمعنى كما ذكر بعض أهل الطريق يلقي نفسه على بساط التوحيد مع الله. أنا ملقي نفسك كده، فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك، ها وهكذا. والتفويض إليه عز وجل في موضع الخطر، في مواضع الخطر. والصبر عند نزول الشدائد، ها الابتلاءات اللي من النفس والهوى والشيطان والدنيا. والرضا عند نزول قضاء الله تعالى. فدول أربعة في مقابل أربعة، فأخذ في قطع هذه العوائق، هذه العقبة بإذن الله تعالى، كل حاجة بإذن الله تعالى وبمدده وإيه وتوكله عليه. فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله تعالى وحسن تأييده، تأييد المولى عز وجل. فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة نظر، فإذا النفس فاترة ضعيفة كسلى، لا تنشط ولا تنبعث لخير كما يحق وينبغي، وإنما ميلها أبدا إلى غفلة ودعة وراحة وبطالة، بل إلى شر وفضول وبلية وجهالة. فاحتاج معها هنا إلى سائق يسوقها إلى الخير والطاعة وينشطها له، وزاجر يزجرها عن الشر والمعصية ويفترها عنه، وهو الرجاء والخوف. ف
فالرجاء في عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى وحسن ما وعد من أنواع الكرامة، وتذكر ذلك سائق يسوقها فيبعثها على الطاعة ويحركها لذلك وينشطها، والخوف من أليم عقاب الله عز وجل وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة، زاجر يزجرها عن المعصية ويجنبها ويفترها عن ذلك. فهذه عقبة البواعث. طيب، لما جت عقبة العوارض الأربعة فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء، خلصنا. طيب، فأخذ في قطع هذه العقبة بالأربعة أشياء، بالصبر والرضا، وإيه أولا بالتوكل والتفويض والصبر والرضا. للشيخ عايزين نختصر كلام الشيخ وإن كان المشايخ شرحوه، فأربعة في مقابل أربعة، خلاص، الرزق في مقابله التوكل، والأخطار في مقابله في مقابلها إيه التفويض إلى الله تعالى. خلاص، وبعد كده الثالث الشدائد والمصائب في مقابلها الصبر، وبعد آخر حاجة الرابع أنواع القضاء فيقابلها بالإيه أنواع القضاء يقابلها بإيه الرضا. فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله تعالى وحسن تأييده، فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة ابتدى يكتسب الصبر والرضا والتوكل على الله وما إلى ذلك، وإيه والصفة الرابعة التفويض إلى الله تعالى. فلما فرغ من قطعها، ولو وصل لوحدة من دول بس كل واحدة من دول موصلة إلى الدرجات العلى، واضح؟ لكن هو عنده إيه؟ كأنه يتكلم الإمام الغزالي عن تحصيل الحد الأدنى من الأشياء دي، بمعنى أنه لو تركها لكان في عكسها، خلاص؟ لو ترك التوكل كان أو ترك الرضا عن أقدار الله تعالى يبقى بيحصل الحد الأدنى من هذه الصفات الأربع، خلاص؟ فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله تعالى وحسن تأييده. فلما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة نظر فإذا النفس فاترة ضعيفة كسلى، أي كسلانة، لا تنشط ولا تنبعث لخير كما يحق وينبغي، ما بتنشطش ولا تنبعث أي تنهض لخير كما يحق وينبغي، وإنما مثلها أبدا وإنما ميلها أبدا إلى غفلة عن الطاعة، ودعة تميل للدعة بمعنى الراحة، وراحة وبطالة. البطالة هي معناها في أهل الطريق، البطالة عكس إيه؟ الذكر، عكس الانشغال بالطاعات. يقول لك فلان بطال، ليس معناه أنه فلان ملوش عمل دنيوي، لا، ده بطال عن أعمال الآخرة، واضح؟ فالبطالة هنا إيه؟ ترك أعمال الآخرة. بل تميل أي النفس إلى شر وفضول وبلية وجهالة. بل هنا للإضراب أي للزيادة، إن بتميل مش الغفلة بس، ده تميل للشر، ومش دعا بس إنها تسكت، لا، دي تميل للفضول، وراحة، بل تميل إلى البلاء، وجهالة بدل البطالة، تميل للجهالة. فكل واحدة مقابلة لواحدة على اللف والنشر بأنها أبلغ وأبعد عن طريق الله تعالى. فاحتاج معها هنا إلى سائق يسوقها إلى الخير والطاعة وينشطها له، وزاجر يزجرها عن الشر والمعصية ويفترها، أي يجعلها تمتنع عنه عن الشر والمعصية، وهو الرجاء والخوف. فالرجاء في عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى وحسن ما وعد من أنواع الكرامة، وتذكر ذلك سائق يسوقها فيبعثها إلى الطاعة، يبعث النفس للطاعة ويحركها لذلك وينشطها، والخوف من أليم عقاب الله عز وجل وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة، زاجر يزجرها عن المعصية ويجنبها ويفترها، أي يمنعها عن ذلك أو يقطعها عن ذلك.
فهذه عقبة البواعث استقبلته ها هنا، فاحتاج إلى قطعها بهذين المذكورين الخوف والرجاء، فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل فقطعها، فلما فرغ منها رجع إلى الإقبال على العبادة فلم يرى عائقا ولا شغلا، ووجد باعثا وداعيا، فنشط في العبادة فأقامها وعانقها بتمام الشوق والرغبة فأدامها، فنظر فإذا أنه تبدو لهذه العبادة العظيمة التي احتمل فيها كل ذلك آفتان عظيمتان، وهما الرياء والعجب، تارة يرائي بطاعته الناس فيفسدها، وأخرى يمتنع عن ذلك ويلوم نفسه فيعجب بنفسه فيحبط العبادة عليه فيحبط العبادة عليه ويتلفها ويفسدها، فاستقبلتها هنا عقبة القوادح. طيب تاني، فهذه عقبة البواعث استقبلته ها هنا، فاحتاج إلى قطعها بهذين المذكورين الخوف والرجاء عشان تنبعث نفسه للعمل والطاعة، فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل فقطعها، بقى عنده خوف ورجاء. كأن الشيخ زي ما قلنا بيتكلم كده على الحدود الأدنى، واضح إنه أقل من كده يبقى انعدم الخوف، لأن الخوف ده لا نهاية له. ها، الخوف يدخل الواحد الجنة بس كده الواحد، مش الراجل أصلا قال لأولاده إذا أنا مت ها فاحرقوني وذروا ترابي نصفه في البحر ونصفه في البر، فجمعه الله تعالى فقال لما فعلت ذلك يا عبدي؟ قال خوفا منك يا رب العالمين. قال أدخلتك الجنة، أدخل الجنة بالخوف كده بس، خوف حاجة. يبقى مادة الخوف لوحدها تدخل الجنة، مادة الرجاء لوحدها تدخل الجنة، خلاص أي مادة من دول تدخل الجنة وتدخلك في الدنيا في مقام الصديقين، توصلك لمقام الصديقين لو استمرت إلى أن وصلت إلى قمة الخوف. بس أصل الخوف يجر قمة الخوف مع اجتماع الرجاء وما إلى ذلك، يعني كما قلنا. لكن تمحض الخوف عند المعصية ده مطلوب، أما نفسك عايزة تخليك تعصي يبقى لازم يتمحض الخوف من الله تعالى، ما يبقاش فيه رجاء. ليه؟ عشان هتبقى عامل زي العبد، سيدي هيعذبني لو أنا عملت المعصية دي. طب ما بالك بالمولى عز وجل وعذابه. يبقى ده محتاج لي في وقت أن يتمحض فيه الخوف عند إقدام النفس على المعصية، خلاص، ويتمحض الرجاء عند الموت، لأن ما فيش طاعة ولا عمل يقبل، خلاص انقطعت الأعمال. فهذه عقبة البواعث أنها تبعثه إلى الطريق، استقبلته ها هنا، فاحتاج إلى قطعها بهذين المذكورين الخوف والرجاء عشان ينبعث إلى الطاعة. البواعث أي تبعثه إلى الطاعة، فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل. شوف الشيخ بينبه على إيه، كل طاعة أنت عملتها ها، وكل ما كان من خير أو نعمة فهو بمحض وحسن توفيق الله تعالى، ما ترجعش الأمر لنفسك، ما تقولش إنما أتيت على علم أو إنما أتيت على علم عندي، تسقط والعياذ بالله تعالى. لما قالوا كده سقط على طول، خلاص. قارون لما قال كده إنما أتيت على علم عندي خسفنا به الأرض، خلاص. فشوف كل مرة يقول إيه، فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل فقطعها، ده حسن التوفيق بس، محض حسن التوفيق من الله تعالى، ليس له تحصيل، حتى كونه فكر واهتدى ده برضو توفيق من الله تعالى، لا هداية التوفيق، ماشي، مش هداية الدلالة، هداية التوفيق دي من عند الله تعالى محضا. هداية الدلالة ان بيبين لك طريق الشر وهديناه النجدين، فدي هداية الدلالة انه بين لك طريق الخير وطريق الشر وانت تختار، فلما وفقك للخير ده محض التوفيق من الله تعالى، محض ايه، حسن التوفيق. فقطعها فلما فرغ منها اللي هي هداية عقبة البواعث رجع إلى الإقبال على العبادة فلم ير عائقا ولا شغلا، ووجد باعثا وداعيا، إن إيه عنده البواعث العبادة ظهرت بإيه، بالخوف والرجاء، وأصبح إيه مقبل على العبادة، فنشط في العبادة فأقامها وعانقها، ابتدى إيه يلتزم العبادات بل يتلذذ بها، وأصبحت جزءا منه كالمعانق كالشيء الواحد.
وعانقها بتمام الشوق والرغبة فأدامها، أدام العبادة والطاعة. حلو أوي. يجي له إيه؟ النفس والهوى والشيطان والدنيا، لأن الدنيا فيها إيه؟ هتيجي دلوقتي. فنظر فإذا أنه تبدو لهذه العبادة العظيمة التي احتمل فيها كل ذلك آفتان عظيمتان، وهما الرياء والعجب. خلاص، الرياء ها بالنسبة للدنيا، لأن الرياء ده اختلاطه بالدنيا أصبح إيه؟ يرائي الناس، ها يبقى ده إيه؟ من آفة الدنيا. والعجب من آفة النفس والهوى. طيب، فإذا فنظر بعد إيه؟ العبادة الحمد لله مستمر فيها وحس بحلاوتها وكل حاجة تمام. فنظر فإذا أنه إذا ما نظرش كده هيقع في الرياء والعجب، لازم ينظر. طول ما هو ماشي إلى الله بينظر، خلاص يفكر. فإذا أنه تبدو لها لهذه العبادة العظيمة التي اختل فيها كل ذا التي احتمل فيها كل ذلك مما مضى آفتان عظيمتان، وهما الرياء والعجب. تارة يرائي بطاعته الناس فيفسدها، فيفسد العباد. المرآة حرام ومفسدة للعباد، خصوصا إذا كانت في أول العمل. فمن صلى مرآة للناس تكبيرة الإحرام بتاعته لو ما كانش قاصد بها الله تعالى ها لا تنعقد صلاته، أما لو كان قصد الله يبقى تنعقد صلاته صحيحة مع الحرمة. خلاص، وأخرى يمتنع عن ذلك. تارة يرائي بطاعته الناس فيفسدها، وأخرى يمتنع عن ذلك على المرآة ويلوم نفسه، ما عنده النفس إيه؟ فيها تقوى وفيها ورع وفيها ما إلى ذلك وكده. طيب، لما بيمتنع عن مرآة الناس تقوم النفس تعجب، ده أنا عندي تقوى، ده أنا عندي ورع، ده أنا تركت مرآة الناس، ها فتصاب النفس بالعجب، تنتقل إلى مرض أشد وهو العجب بالنفس، حتى أن العجب ده يحجب عنه الرؤية الصحيحة لعين القلب، أن البصيرة بتاعته تطمس بالعجب، لو استكمل العجب تمطت بصيرته، أصبحش يرغب نفسه. هكذا يجي واحد يقول لك ايه انا 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 مش عارف ده انا عملت ايه انا تركت ايه الانا دي هي العجب اللي اعجب الناس الانسان بنفسه. فلما بيلوم نفسه على ايه؟ على الرياء، هيدخل في العجب، يوم يجي له مرض العجب. فيعجب بنفسه فيحبط العباده عليه مره اخرى، ما حبطتش بالرياء، حبطت بالعجب، ويتلفها ويفسدها. فاستقبلتها هنا عقبة القوادح، فاحتاج إلى قطعها بالإخلاص وذكر الله وذكر المنة ونحوها ليسلم. الحمد لله على هداية الله وعلى ما أمد وأنعم وأفاض. إن قلنا إيه؟ دايما الشيطان يوسوس لك إنك عندك عجب أو عندك إيه؟ أو عندك رياء. قلت لك تعكس الأمر عليه بإيه؟ بالإخلاص لله تعالى، وأنك ترجع النعمة لله تعالى، زي ما الشيخ هو قال هنا، قال فيعجب بنفسه فيحبط العبادة عليه، هو بنفسه تحبط العبادة عليه بالإعجاب بالعجب ده، ويتلفها ويفسدها. فاستقبلته ها هنا عقبة القوادح اللي هي العجب والإيه؟ والرياء. فاحتاج إلى قطعها بالإخلاص وذكر المنة، إرجاع المنة في التوفيق لله تعالى ونحوها، ليسلم له ما يعمل من خير. فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله سبحانه وتعالى بجد واحتياط وتيقظ بحسن عصمة الجبار. رجع الأمر لله، شوف يقول لك ارجع الأمر لله بحسن عصمة الجبار تعالى وتأييده. مفيش حاجة أنت عملتها خالص، خلاص، إن هو إيه؟ كالعادم، إن هو بس ملقي نفسه على بساطة التوحيد لله، يفعل بما شاء بس. فهنا بإلقاء نفسه كده ها مع حسن الظن كل حاجة تبقى تمام. فلما فرغ من هذه كلها حصلت له العبادة كما يحق وينبغي، أصبحت العبادة سليمة وكل حاجة تمام ها، وسلمت من كل آفة العجب والكبر وما إلى ذلك. ولكنه نظر فإذا هو غريق في بحور منن الله تعالى وأياديه من كثرة ما أنعم الله عليه من إمداد التوفيق والعصمة وأنواع التأييد والحراسة والكرامة، وخاف أن يكون منه إغفال للشكر
فيقع في الكفران فينحط عن تلك المرتبة الرفيعة التي هي مرتبة الخدم الخالصين لله عز وجل، وتزول عنه تلك النعم الكريمة من ضروب ألطاف الله تعالى وحسن نظره إليه، فاستقبلته هنا عقبة الحمد والشكر. طيب، فلما فرغ من هذه كلها حصلت له العبادة اللي هي علة القوادح بوجود إيه؟ الكبر والعجب وما إلى ذلك من أمراض كتير بقى. خلاص، فالكبر برضو نظهره أنه إيه؟ مقارنة نفسك بالغير، والعجب لا، ده النفس هي نفسها ما بتقارنش بحاجة. خلاص، والرياء برضو إيه؟ اللي هو مراءة الناس واعتبارهم. فلما فرغ من هذه كلها حصلت له العبادة كما يحق وينبغي، وسلمت من كل آفة، سلمت العبادات من الآفة. ولكنه نظر فإذا هو غريق في بحور من لله تعالى وأيديه، أي نعمه، من كثرة ما أنعم الله عليه من إمداد التوفيق والعصمة وأنواع التأييد والحراسة والكرامة، خلاص، من غير حول منه ولا قوة، وخاف أن يكون منه إغفال للشكر فيقع في الكفران. ضد الشكر الكفر على طول. خلاص، واشكروا لي ولا تكفرون، فيقع في الكفران فينحط عن تلك المرتبة الرفيعة اللي وصل ليها دي، التي هي مرتبة الخدم الخالصين لله عز وجل، بأن أصبحت عبادته خالصة لله تعالى، وتزول عنه تلك النعم الكريمة من ضروب ألطاف الله، محض ألطاف الله تعالى وحسن نظره إليه. خلاص، فاستقبلتها هنا عقبة الحمد والشكر، فأخذ فيها فقطعها بما أمكنه من كثرة الحمد والشكر على كثير نعمه. فلما فرغ من قطع هذه العقبة ونزل، فإذا هو بمقصوده ومبتغاه بين يديه، فلم يسر إلا قليلا حتى وقع في سهل الفضل وصحراء الشوق، الله، وعرصات المحبة، ثم يقع في رياض الرضوان وبساتين الأنس إلى بساط الانبساط ومرتبة التقريب ومجلس المناجاة ونيل الخلع والكرامات. فهو يتنعم في هذه الحالات ويتقلب في طيبها أيام بقائه وبقية عمره بشخص في الدنيا وقلب في العقبة، ينتظر البريد يوما فيوما حتى يمل الخلق كلهم ويستقذر الدنيا ويحن إلى الموت ويستكمل الشوق إلى الملأ الأعلى. فإذا هو برسل رب العالمين إليه يردون عليه بالروح والريحان والبشرى والرضوان من عند رب راض غير غضبان، فينقلونه في طيبة النفس وتمام البشر والأنس من هذه الدار الفانية المفتنة إلى الحضرة الإلهية ومستقر رياض الجنة، فيرى لنفسه الضعيفة الفقيرة نعيما مقيما وملكا كبيرا عظيما، ويلقى هنالك من سيده الرحيم المتفضل الكريم جل ذكره من اللطف به والعطف والترحيب والترقيب والتقريب والإنعام والإكرام ما لا يحيط به وصف الواصفين ونعت الناعتين. فهو في كل يوم في زيادة إلى أبد الآبدين، فيا لها من سعادة عظيمة، ويا لها من دولة عالية، ويا له من عبد مسعود وامرئ مغبوط وشأن محمود، وطوبى له وحسن مآب. نسأل الله البر الرحيم سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وما ذلك على الله بعزيز، وأن لا يجعلنا من الذين لا نصيب لهم من هذا الأمر إلا وصف وسماع وعلم وتمن بلا انتفاع، وأن لا يجعل ما تعلمناه من العلم حجة علينا يوم القيامة، وأن يوفقنا جميعا للعمل بذلك والقيام به كما يحب ويرضى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم. فهذا هو الترتيب الذي ألهمني مولاي في طريق العبادة. نقرأ آخر حتة. عقبة الحمد والشكر استقبلته بعد ظهور النعم والتوفيق والطمأنينة والسلامة عن الآفات، ظهرت إيه؟ عقبة الحمد والشكر، فأخذ في فيها فقطعها بما أمكنه من كثرة الحمد والشكر على كثير نعمه. الحمد قلنا أعم من الشكر، فالحمد يكون في مقابل نعمة أو في غير مقابل نعمة، والشكر يكون في مقابل النعم. وقلنا إن إيه في كل منحة في كل محنة منحة، فالمحنة تستحق الشكر أيضا، خلاص، لأنها ابتلاء للترقية وللتمحيص وللقرب وللتطهير، ماشي، فيحتاج إلى الشكر فقط. ممكن نقول تمحض الشكر أعلى من الحمد، خلاص، لأن الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل في مقابل نعمة أو في غير مقابل نعمة، خلاص، بل إن الحمد يكون أيضا في مقابل الإيه البلاءات، خلاص، وما ينزل من إيه بلاءات الله وأقداره. فلما فرغ من قطع هذه العقبة بكثرة الحمد والشكر ونزل، فإذا هو بمقصوده ومبتغاه بين يديه، فلم يسر إلا قليلا حتى وقع في سهل الفضل. بعدما كان في الأمر في حزن كما أشار إلى كده ومرتفع من الأمر، ابتدى يحس بسهولة فضل الله تعالى، سهل الشيء المنبسط اللي هو إيه الوادي، خلاص، عكس الحزن الأمر المرتفع. وقع في سهل الفضل وصحراء الشوق وعرصات المحبة، أي العرصات مواقف، خلاص، جمع عرصة وهي بقعة من الدور واسعة أمام الدور أو المواقف. عرصات يوم القيامة أي مواقف يوم القيامة، وهي في الدنيا تطلق على إيه الفسحة التي أمام الدار. ثم يقع في رياض الرضوان وبساتين الأنس، لما وصل للشكر وقع في الرضوان على طول، الشكر على إيه؟ سواء على النعمة أو على الابتلاء. يبقى ثم يقع في رياض الرضوان وبساتين الأنس، الرضوان رضي عن الله، رضي الله عنه ورضوا عنه، ها؟ يبقى إيه؟ يدخل بساتين الأنس بالله تعالى، لما يحصل الرضا عن الله تعالى تدخل في بستان الأنس بالله تعالى، فتأنس به. ثم يقع في رياض الرضوان وبساتين الأنس إلى بساط الانبساط، الانبساط مع الله تعالى، البسط، حال البسط مع الله تعالى مهما كان. ثم يقع في رياض الرضوان وبساتين الأنس إلى بساط إلى بساط الانبساط ومرتبة التقريب، أي قرب من رب العالمين، يفضل يقربه المولى عز وجل، خلاص، وبعدين مجلس المناجاة، يناجي ربه سبحانه وتعالى، ونيل الخلع والكرامات. وأنت بتناجي ربك سبحانه وتعالى بتكمل اللذة بتاعتك، أنا ماليش غيرك يا رب، سبحان من لا ينساني، سبحانك لا تنساني ولا تقطع عني رفدك ولا تقطع عني مددك، وأنا ماليش غيرك، مالي مولا سواك سبحانه وتعالى. فهو يتنعم، يبقى إيه دي النعم، أهدي الكرامة، الإحساس ده هو مقام الكرامة العظمى، خلاص، اللي هو المنتهى.
فهو يتنعم في هذه الحالات ويتقلب في طيبها، ها مجالس المناجاة والخلع والكرامات، ها وسهل الفضل والصحراء الشوق، ها وعرصات المحبة ورياض الرضوان وبساتين الأنس إلى بسط إلى بساط البساط ومرتبة التقريب، أن يقرب المولى عز وجل إليه. طيب، فهو يتنعم في هذه الحالات، ينتقل من حالة لحالة، والحالة قد تصير مقام ثم ينتقل من مقام لمقام وهكذا. فهو يتنعم في هذه الحالات، يتقلب فيها ويتقلب في طيبها أيام بقائه في الدنيا، يعني أيام بقائه أي في الدنيا وبقية عمره، ها بشخص في الدنيا، يعني الشخص بتاعه ده قائم في الدنيا، وقلب في العقبة، قلبه في الآخرة خلاص. بشخص في الدنيا، شخصه كده جسمه بدن ده في الدنيا وقلبه في العقبة، ينتظر البريد يوما فيوما، كل يوم بينتظر ايه البريد، ما البريد؟ الموت، كل يوم بينتظر الموت خلاص. أي الرسول وهو ملك الموت، حتى يمل الخلق كلهم ويستقذر الدنيا ويحن إلى الموت ويستكمل الشوق إلى الملأ الأعلى. مش هيمه الموت ده إيه؟ الموت ده مخلوق من مخلوقات الله تعالى، ها مخلوق لا ينفع ولا يضر ولا يؤثر إلا بإذن الله تعالى، وحتى يعطي الله الإذن له خلاص. فإذا هو برسل رب العالمين، طيب لأن هنا نضرب مثال وذكرته قبل كده في شرح كتاب آخر، الشيخ أحمد طلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأطال الله عمره وأمد في عمره وقواه، الشيخ أحمد طلبة من أئمة القراء، بيسجل 50 قراءة مش 10 بس، وعندي أحد القراءات لي يعني، فهو من مشايخ القراء الكبار. فكان يحكي لنا عن صديق أنه في الأسكندرية، وهو من أهل الأسكندرية ويعيش في القاهرة برضه، فيقول أن واحد من السالكين معه أي الواصلين كان بيخاطب نفسه أما وصل للحالة دي، فبيكلم نفسه يقول لها يلا بقى خروجي روحي لهم، بيقول لنفسه إيه يلا خروجي روحي للأولياء الصالحين دول اللي سبقوكي، أنت إيه اللي معادك، يلا بقى خروجي روحي لهم. حتى يمل الخلق كلهم ويستقذر الدنيا ويحن إلى الموت ويستكمل الشوق إلى الملأ الأعلى، فإذا هو برسل رب العالمين إليه يردون عليه بالروح والريحان والبشرى والرضوان من عند رب راض غير غضبان، فينقلونه من طيبة النفس، فينقلونه في طيبة النفس وتمام البشر والأنس من هذه الدار الفانية المفتنة إلى الحضرة الإلهية. مش هينقلون الموت لسه خلاص، بيغيب بقى، بيغيب عن الأكوان، يدخل في الحضرة، ينقلونه عن الأنس بتمام البشر والأنس من هذه الدار الفانية المفتنة إلى الحضرة الإلهية ومستقر رياض الجنة، فيرى لنفسه الضعيفة الفقيرة نعيما مقيما وملكا كبيرا عظيما، ويلقى هنالك من سيده الرحيم المتفضل الكريم جل ذكره من اللطف به والعطف والترحيب والتقريب والإنعام والإكرام ما لا يحيط به وصف الواصفين، ما لا يحيط به وصف الواصفين ونعت الناعتين، فهو في كل يوم في زيادة إلى أبد الآبدين، كل يوم بيزداد ويغيب عن الأكوان ويبقى في حضرة الرحمن بس خلاص، وسعادة بقى مستمر اللي هو حكاية الغيب عن الأكوان دي والدخول في حضرة الله تعالى. فيا لها من سعادة عظيمة ويا لها من دولة عالية، ده لا يدل أي دورة عالية
ولا له من عبد مسعود وامرئ مغبوط وشأن محمود. هذا العبد وصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة بسلوك هذا الطريق، خلاص، وأصبح أمره مغبوط محمود عليه وشأنه محمود. وطوبى له وحسن مآب. نسأل الله البر الرحيم سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وجميع السامعين والغائبين والحاضرين بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة. ما فيش نعمة بعد كده أن وصلك للسعادة في الدنيا والآخرة، وما ذلك على الله بعزيز، إنما بمحض حوله وقوته وتفضله علينا وفيضه وكرمه، وألا يجعلنا من الذين لا نصيب لهم من هذا الأمر إلا وصف وسماع وعلم وتمن بلا انتفاع. إنما ولو تلاقي المولى عز وجل كده إدك نفحة لمحة زيادة أو مقا أو حال أو ما إلى ذلك، فيعني له الحمد والمنة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. رب العالمين، وألا يجعل ما تعلمناه من العلم حجة علينا يوم القيامة، وأن يوفقنا جميعا للعمل بذلك والقيام به كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وأنعم وعظم. فهذا هو الترتيب الذي ألهمني مولاي في طريق العبادة، أي ألهمه المولى عز وجل في طريق العبادة إلى الله تعالى، عبادة طريق العبادة. فأعلم الآن بتوفيق الله أن الحاصل من الجملة سبع عقبات: الأولى عقبة العلم، الثانية عقبة التوبة، الثالثة عقبة العوائق، الرابعة عقبة العوارض، الخامسة عقبة البواعث، السادسة عقبة القوادح، السابعة عقبة الحمد والشكر، وبتمامها يتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة. ونحن الآن نتتبع هذه العقبات بشرح موجز لفظي مشتمل على النكت المقصودة من هذا الشأن، كل منهما في باب مفرد إن شاء الله عز وجل. والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد بمنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فاعلم الآن بتوفيق الله أن الحاصل من الجملة سبع عقبات: الأولى عقبة العلم، والثانية عقبة التوبة، والثالثة عقبة العوائق، والرابعة عقبة العوارض، والخامسة عقبة البواعث، والسادسة عقبة القوادح، والسابعة عقبة الحمد والشكر. وبتمامها، أي السبع عقبات، يتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة. ونحن الآن نتتبع هذه العقبات بشرح موجز لفظي مشتمل على النكت المقصودة من هذا الشأن، كل منهما في باب مفرد. عندك كل منهما؟ طيب، هذه غلطة، مظبوط، أنا عندي في الشرح منها، يبقى كل منها من السبع عقبات، لكن في حاجة برضو يشار إليها بمنهما، لكن هنا الشرح ما قالش، وهي إيه؟ إن كل منهما إيه؟ شرح الموجز، ها؟ واشتمال على النكت المقصودة. ممكن تكون كل منهما باعتبار إيه؟ شرح الموجز وإيه؟ اشتمال على النكت المقصودة، كل منهما في باب مفرد، أو كل منها بقى من العقبات السبع في باب المفرد إن شاء الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد بمنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. العقبة الأولى وهي عقبة العلم، فأقول وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ الله. إيه؟ المغبوط الذي الغبطة الذي يحسد عليه حسدا محمودا. من الأشياء وأنت بتعالج النصوص ارجع الكلمة من مصدرها أو جردها، ها، هتديك المعنى الصحيح. المغبوط من الغبطة، ها؟ الغبطة ليه؟ الحسد بشرط عدم تمني زوال النعمة، ها؟ الإيش؟ في الفقه، الغبطة،
انه له غبطة. نعم غبطة ده الايه للمهجور عليهم. نعم الغبطة المهجور عليه انه يكتسب الاموال والخيرات ماشي، ولا تقبل ذمته طرد الاشياء دي، لا تخرج من ذمته لا يكتسبها، بس زي الصبي يقبل الهدية والهبة وما يأتي من أموال، فده غبط. لكن لا يجوز إخراج أموال من ماله إلا في شيء ما له منفعة خاصة به، ها، وبإذن الولي بتاعه. والولي لا يجوز له التصرف له بالمخاطرة في أمواله بالتجارة مثلا، إنما الغبطة يقبلها الولي سواء كان مجنون أو صبي أو محجور عليه أو ما إلى ذلك. نعم في حاجة تانية؟ العجب الكبر انه اتكبر على واحد اخر، يبقى في مقارنه بيني وبين الاخر هذا، فاقول انا افضل من فلان في نفسي، يبقى في مقارنه اهو وبفضل نفسي عليه، فده معنى الكبر يتكبر على الناس خلاص. اما العجب فبيكون بيعجب بنفسه من غير مقارنه باشخاص اخرين، فالعجب ده بيعميه، والكبر بيجعله يتكبر على خلق الله، فده في بلاء كبير، ان قد يكون الذي يتكبر عليه ده وتنقصه هو الولي، فيبقى عاد ولي الله تعالى، يبقى قد أذن بحرب من الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فينبغي أن يعتقد أن كل الناس حلوين وكل الناس على خير وكل الناس نجين، كمان يعتقد أن ربنا هيقبله مع الناس كده، يعتقد أنه أكمل الناس نعمة وأكثر النعمة من الله تعالى، وأنه أقل الناس شكرا لتلك النعم من الله تعالى عليه، وأن الله يقبله مع الناس، ولا يعتقد انه افضل من واحد بس، والا كان كبر ممكن يكون الواحد ده هو الولي، يبقى قد اذن بحرب من الله، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. والعجب ده انه يقول انا احسن، انا افخم، انا يرجع للانا، ها، انما اتيت على علم عندي، انما اتيت على علم، فما بيقارنش بحد، لكن ايه يقول العلم عندنا، واضح. فالانا دي بالنسبه للعجب، والكبر يتعدى بالمقارنه للاخرين، ده الفرق بين الكبر والعجب. ايه تاني؟ نعم الرياء العمل من أجل الناس أو الترك من أجلهم، الاثنين شرك أصغر، فالرياء والشرك مقترنين، أن تعمل من أجل الناس أو تترك له. وإن كان بعض أهل الطريق من أكابر الدقاق أو كده قال معنى آخر، الرياء الشرك، الرياء العمل من أجل الناس والشرك الترك من أجلهم، أو معنى كلامه كده يعني ان ايه اعتبار الناس، فاعتبار الناس العمل من اجلهم او الترك من اجلهم فيه رياء او شرك. نعم نعم ما هو يسير على من يسره الله تعالى عليه، فنسال الله التيسير والسلامه من عندي من غير حول منا ولا قوه، بس بمحض كده ان احنا بنحب ربنا وبنحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا الحب تنجو، فالحب اقصر طريق ماشي، واخرج من حولك وقوتك وخليك بحول وقوة الله تعالى. فإذا وجدت نفسك عملت شيء ووفقت فيه فارجع الحول والقوة لله تعالى ماشي. ممكن يكون من العجب لو وقف ونظر إلى نفسه، وعند ذلك بتعالجه إزاي؟ بالشكر، بإرجاع النعمة إلى الله تعالى والشكر له سبحانه وتعالى، وأنه صاحب المنن العظمى وصاحب كل المنن خلاص، والتوفيق من عنده، فالتوفيق اصلا مش من عند الانسان، التوفيق محض ايه؟ نعمه من الله تعالى، بس يرجع الامر لله تعالى، كل ما يجد نعمه يشكر الله عليها ويرجع الامر انت صاحب النعم. ده انت يا ربي يعني حصل المعنى ده، يا ربي انت اخترتني وانا لا اصلح للاختيار ده، اخترتني من دون خلقك، ما في الخلق احسن مني كتير خلاص، فكانك لست اهلا للنعمه، فده يقيمك في مقام اعلى ويطرد عنك المعاني القبيحه من ايه؟ العجب او الكبر، انك ترجع الامر لله تعالى وانه اختارك بمحض فضله بدون حول منك ولا قوه ولا ان فيك ميزه خلاص. اللي بعضهم بيذم نفسه يقول ايه يا عبد السوء، يكلم نفسه يقول يا عبد السوء، واحد صاحبنا يقول ايه انا محلي دوره الميه، ما فيش محل تاني غير دوره الميه، ربنا يرضى عنه، امين، من الاولياء يعني. فما قابله الدكتور اسامه قال وانا كذلك رضي الله عنهم اجمعين. فالدكتور أسامة ما افتكرش انه يتكبر، بالعكس انزل الناس منازلهم. فما الراجل بيقول له انا محلي القاعده بتاعه دوره الميه، اي البول والبراز، فقال له انا كذلك. نعم يلا عشان فضيها واحده. وربما مولانا حصل ايضا في يعني المبتدئين يعني في
يحصل ايش؟ في مبتدئ، في مبتدئ في طريق الى الله يعني، يحصل عنده ايه؟ يعني كنت الان وصل الى عالم معين في الذكر ربما يعني كذا يعني حصل الثقه نفسه يعني. اول ما يحصل كده على طول رده الى الامر انه ده فضل الله، محض فضل الله. يبقى عليك انت الكبر والعجب اللي عندك. كل ما تيجي نفسك تقول ايه انا عملت، قول له لا ده توفيق بس، وهو هيعطيك الاجر من غير بتفضلا منه ايضا. يعني لا يجب شيء في مقال شيء، مهما عملت لا يجب لك شيء. لما الرجل قال ادخلوني الجنه بعبادتي، اما رجل عبد الله 70 سنة ثم قبضه الله وهو ساجد، فقال جاء يوم القيامه وقال يا ربي ادخل الجنه بعبادتي، قالوا زينوا نعمة البصر أمام عبادته 70 سنة، وكمان أنه قبض وساجد، فوزن نعمة البصر فرجحت، فقال أدخلوا عبدي الجنة، أدخلوا عبدي النار، ها؟ فقال لي يا ربي لا، أدخل الجنة برحمتك مش بعملي. فقال أدخلوا عبدي الجنة، مدل بقى أنت اعترفت كده برحمتي خلاص، فهي محض رحمة بس خلاص. حاجة تانية خلاص، لا خليها المرجع. والله تعالى في سؤال يعني اسال. الصبر والايه والرضا، الصبر بدايه الطريق والرضا منتهاه. الصبر ما هو قلنا باول بتصبر وبعدين بتحمد على الابتلاء، ما هو الصبر ده في مقابل ايه؟ صبر على الطاعه او صبر على المعصيه او صبر على اقدار الله تعالى. ترقى من الصبر على هذه الأشياء الثلاثة إلى الحمد، فتحمد على البلاء، عشان تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، خلاص. وأن ترقى من الحمد إلى الشكر على النعمة وعلى الابتلاء، فتشكر على الابتلاء، وترقى من الشكر إلى الرضا، ومن الرضا إلى الصديقية بعد كده، إلى درجة الصديقين، فترضى بالأقدار وتعلم أن في المحنة منحة، خلاص، فترضى بالأقدار فترقى إلى مقام الصديقين. ربنا ينزلنا مقام الصديقين مع سيدنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وأنعم، والحمد لله على ما أنعم ومن وأمد وأعان ووفق وهدى وعصم، والله أعلم، والله أعلى وأعلم وعز وأجل.